يلعب لعبته في آخر الزمان. الألقاب غرامه بفضل قوة أقدامه. هذا هو الأهلي السادع على تاريخ الألمانية، يعود في الأوقات المثيرة. هذه الكرة من شريف من يسار على طول مجدي أفشا لبيرسيتو، والتسويم في النهاية هدف التعادل. نار يا حبيبي نار للفريق الأهلاوي مع نهاية المشوار. صياد الألقاب الألقاب غرامه بفضل قوة أقدامه. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا بمشاهدي قناة زعيم أفريقيا وحلقة جديدة والأهلي خط أحمر. أهلا بك يا فارس. أهلا بك يا أسامة، وأهلا بكل جمهور الأهلي في آخر حلقات الأهلي خط أحمر في 2021، وبننهي السنة ببطولة مهمة جدا. بالتأكيد يا فارس، بطولة مهمة جدا، وبالتأكيد كنت حريص أو كنا يعني عندنا حرص أننا نبدأ البداية دي على صوت المعلق رؤوف خليف. المعلق رؤوف خليف في 2018 ونهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي كانت ليه جملة استخدمها ناس كتيرة جدا، واستخدمها المنافسين مع كل هزيمة للنادي الأهلي أو حتى هدف يدخل مباراة يدخل في مرمى النادي الأهلي، وهو ليك يوم يا ظالم. طبعا كان وقتها رؤوف خليف بيتكلم بالجانب التونسي بما أنه منتمي لتونس، فبالتالي كان مع الترجي التونسي قلبا وقالبا، ولكن الجملة دي جماهير النادي الأهلي ما نسيتهاش. يمكن اللي قدمه رؤوف خليف في الاحتفال بالهدف ممكن يكون اعتذار ضمني، ممكن جماهير النادي الأهلي وقتها تسامح، لكن بالتأكيد حابين نقول للكابتن رؤوف خليف، النادي الأهلي جاله بعد المباراة دي 5 أيام، 27 نوفمبر 2020، كان النادي الأهلي بيعتلي منصات التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام نادي الزمالك. بعدها بشهور قليلة 11 فبراير النادي الأهلي بيحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وفي شهر 5 وتحديدا يوم 28 مايو كان النادي الأهلي ليه يوم ثالث مع الإنجازات والبطولات بتحقيق السوبر الأفريقي. وبعدها بأقل من شهرين 17/7 النادي الأهلي بيحقق مرة تانية دوري أبطال أفريقيا للمرة التانية على التوالي، وبيختم سنة 2021 بيوم 5/22/2021 بيحقق السوبر. أعتقد الكابتن رؤوف خليف هنعتبر التعليق على الهدف ده اعتذار ضمني لزعيم القارة الأفريقية. مش بس الكابتن رؤوف خليف اللي كنا عايزين نتناوله في المباراة دي، البعض أحيانا بيتناسى تاريخ النادي الأهلي وما بيسمعش عن النادي الأهلي، وبيفكر ان هو ممكن يكون خلاص فاز لمجرد ان الدقيقة اقتربت من 90. طب انت عمرك ما درست تاريخ النادي الأهلي في البلاس 90؟ ما بحثتش النادي الأهلي وهو بيلعب مع الكرة المصرية وازاي الكابتن سيد متولي رحمة الله عليه رئيس النادي المصري 1984 وهو بيتأهب عشان يستلم كأس مصر على حساب النادي الأهلي، وإذا بالكابتن علاء ميهوب بيقول له لحظة شوية عندنا هدف مهم جدا، الهدف ده هيخلينا نروح لوقت إضافي ونسجل كمان ثلاثية ونحقق الفوز. ما كانش ده بس الهدف اللي كان رسالة داخلية يقول إن النادي الأهلي بلس 90، لا ده تاريخ من البلس 90، لدرجة إن بعد 33 سنة ومع نفس الفريق وهو النادي المصري، والمرة دي كان السسبنس أعلى بشكل كبير جدا، وصلنا لإكسترا تايم وفي الدقيقة 102 بيتقدم المصري بهدف عن طريق بيكا، ولكن الغزال عمرو جمال في الدقيقة 116 بيعيد المباراة للتعادل مرة أخرى، وتاني الغزال عمرو جمال بيصنع هدف يتم تسجيله في الدقيقة 121 عشان ينتقل الحزن إلى مدينة أخرى وجماهير النادي الأهلي في كل المدن تحتفل بالكاس. ده لو على الجانب المصري. كمان عندنا إنبي كان برضو له نصيب مع النادي الأهلي والسوبر 2009، محمد ناجي جده كان المباراة تعادل وإنبي بيتأهب للوصول لركلات الترجيح أو للوقت الإضافي، ولكن محمد ناجي جده بيسجل هدف قاتل، هدف أنهى على آمال إنبي في السوبر. أما عن نادي الزمالك المنافس الأقوى، ربما أنت ما بتسمعش عن بعض المنافسين غير الزمالك فحدث ولا حرج. طبعا ده هدف إنبي، ولكن نادي الزمالك تاريخ طويل من أن هو يستشعر أن هو إيده على البطولة ثم تتسحب منه في بلاس 90، من 78 والنتيجة 2-1 بتتحول ل 4-2
وكمان من 84 وكابتن زكريا ناصف وهو بيسجل هدف في الدقيقه 89 بعد ما كان الجميع استعد للتعادل. ولكن الاصعب في بطوله كاس مصر وتحديدا في دور الثمانيه الكابتن ربيع ياسين في 89 بعد الوصول للوقت الاضافي بيسجل في الدقيقه 116 وتستمر الدقائق الاخيره مع نادي الزمالك في كاس مصر ونهائي كاس مصر 1992 والجميع كان بيقول ان الزمالك افضل. ولكن الكابتن طاهر ابو زيد بتسديده قويه ترتطم في حسين السيد وتعود للكابتن ايمن شوقي عشان يكتب فصل جديد من قصه النادي الاهلي بلس 90. الموضوع ما كانش صدفه والموضوع كمان ما كانش محلي، لا لو انت مش متابع كره محليه كنت على الاقل تابع كره افريقيه قبل ما تعمل لجماهير النادي الاهلي كده. كنت تابعت ازاي النادي الاهلي هو بيحقق اول بطوله كان في الدقيقه 90 والمباراه 0-0 كابتن علاء ميهوب 1992 في الاشغال الصومالي بيفتتح الدور ال 32 بهدف قاتل بلس 90 عشان يوصل بعد كده النادي الاهلي ويحقق البطوله. يمكن اسم كابتن علاء ميهوب اتكرر كتير في بلس 90. لكن من الصومال شرق افريقيا لو نزلت كمان شويه تحت كده هتلاقي تنزانيا، وفي 2016 المره دي والنادي الاهلي ما كانش بيصعد للمجموعات من 2013 والمباراه بتنتهي 1-1 امام يانج افريكانز، ولكن وليد سليمان كان له راي اخر وبيصنع هدف يسجله النادي الاهلي في بلس 90 عشان يصعد النادي الاهلي لدور المجموعات. ومن شرق افريقيا تروح لغرب افريقيا، تروح لمالي واستاد مالي والدقيقه او الشوط الثاني بيبدا 1-0 لاستاد مالي والاهلي كان مغلوب في مالي 1-0 وتبقى محتاج 3 اهداف عشان تحقق بطوله غاليه كل جماهير النادي الاهلي منتظرها، فاذا بمحمد ابو تريكه بيسجل 3 اهداف ويصعد النادي الاهلي ويكمل مسيرته. حتى في 2014 كوتيفوار وسيو سبورت وخلاص البطوله بتروح، لكن عماد متعب ابو سيلين وتماره في الدقيقه 96 بيسجل هدف يجيب البطوله. كل ده كان في افريقيا، بس انت ممكن تكون مش متابع غير البطولات العربيه، كنت ممكن تسال عن الصفاقسي وكابتن محمد ابو تريكه وتسال انيس بوجلبان وعبد الكريم النفطي كان احساسهم ايه والمباراه بتضيع منهم بعد ما خلاص كانوا احتفلوا بالبطوله. هدف في الدقيقه 93 بيحقق النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا والبطوله الخامسه، وده طبعا كان بيذيعه الكابتن رؤوف خليف، او حتى الجزائر وكابتن اسامه حسني وهو في البطوله العربيه في 2004 ونصر حسين ضاي على مقربه ان هو يسجل هدف يصعد، فاذا بالكابتن اسامه حسني يسجل هدف بلس 90 ايضا يصعد النادي الاهلي وبعد كده ما يكملش البطوله لكن يصعد. ومن الجزائر وفاق الطيف وكابتن عماد متعب وبلس 90 في 2015 يمكن ما حلفناش الحظ في ركلات ترجيح، لكن برضه ما كانش ينفع تحتفل ابدا والمباراه 90 دقيقه. ومن الجزائر وتونس لليبيا وهدف شهاب احمد في 2010 والمباراه هتنتهي 2-0 وهنروح لركلات الترجيح، فاذا شهاب احمد ده انت دبيح يا راجل بيسجل هدف. بس انت يمكن مش متابع حتى البطولات العربية أو الفرق العربية، لكن انت ما درستش في تاريخ الرجاء البيضاوي المغربي أمام النادي الأهلي إيه اللي حصل؟ ما شفتش هدف عماد متعب في 2005 في الدقيقة 92 وهو بيتعادل، ما سألتش بصير صلاح الدين ومحمد بكاري في 97 أمام سمير كمونة ورفاقه وهم بيحولوا وجهة كأس النخبة. أعتقد لو كنت تعبت شوية فإنك تدرس تاريخ النادي الأهلي ما كنتش بالتأكيد عملت للنادي الأهلي أو احتفلت والكرة في أرض الملعب. مش هقولك لا تأمن النادي الأهلي، لكن هقولك إن دي مش صدفة، أنت فقط اللي ما سمعتش عن تاريخ النادي الأهلي، واللي ما سمعش عن تاريخ النادي الأهلي لازم النادي الأهلي يديله درس في بلس 90. فارس اهلا بيك يا اسامه تاني، واتمنى نعرض الصوره اللي معانا للاعبي الرجاء عشان عندنا كلام مهم جدا عنها، لان الصوره دي بتدل على فكره ان لما تبقى في لحظه بتجهل تاريخ النادي الاهلي لازم تدفع الثمن. اللحظه دي لحظه تجهد يعني استجمع فيها نادي الرجاء ولاعبيه تحديدا كل معاني تجاهل التاريخ، كل معاني حتى تجاهل التاريخ المباشر ما بين فريق عنده 10 بطولات لدوري الأبطال ما بين فريق عنده 3 بطولات لدوري الأبطال ما بين فريق عنده 7 سوبر وفريق عنده بطولتين سوبر، كل ده في اللحظة دي تجاهلوه ليه؟ لمجرد وطأة النتيجة. أحيانا وطأة النتيجة بتكون أشبه بالمخدر اللي بينسيك حقيقة الأمور،
وتحت تأثير النتيجة ممكن تحس إن أنت تقدر تتغلب على النادي الأهلي وتقدر تغير التاريخ. أيوة تقدر تغير التاريخ، ولكن النادي الأهلي ما بيسيبش فرصة. النادي الأهلي مش بس لو أنت متقدم عليه والحكم ما صفرش لازم يبقى عندك قناعة تامة أن البطولة لسه مش في دولابك، لا، أنا بقولك لو أنت بتحلم، أيوة لو أنت بتحلم ونايم وجوه الحلم متفوق عن النادي الأهلي ولسه ما صحتش من الحلم، لازم تبقى متأكد تماما أن عقلك الباطن هيكون مقتنع أن الحلم ده مش حقيقي وأن الحلم ده غير قابل للتطبيق حتى وأنت نايم، وأنك هتصحى على كابوس مفزع في النادي الأهلي بينتصر. لقطات كتير جدا في التاريخ يمكن أسامة كلمكم عنها، كلها لقطات كان النادي الأهلي فيها بيثبت واقع. ولكن اللي انت لازم تتعلمه وغيرك لازم يتعلمه، ان انت لو للحظة كنت في المشهد مش عارف انك بتقابل النادي الأهلي هتدفع الثمن. النادي الأهلي كبير القارة وسيد القوم يستحق من التقدير ومن الاحترام ما يجبر عليه جميع المنافسين، وان انت ابدا ابدا لا تسخر وانت في الملعب امام النادي الأهلي. النادي الأهلي حكاية، حكاية فيها كلمة واحدة دايما تحطها قدامك، وهي ان الانتصار عليه لحد ما الحكم يصفر مجرد فرضية ومجرد استثناء، وان الأهلي منتصر لحد ما تنتهي المباراة، وده اللي شفناه. بس اللحظة دي كان لها مقدمات، واحنا النهاردة كلنا فرحانين لازم نفتكر المشهد اللي قبله كنا بنعاني. ايوه، لان انا قلت لكم قبل كده ان محمد علي كلاي قال جمله مهمه جدا، وهي ليس من العار ان تسقط ولكن من العار الا تستطيع ان تقف مجددا. والنادي الاهلي هو اكتر نادي في التاريخ على الاقل على مستوى افريقيا علمنا كلنا يعني ايه تقف مجددا. في 6 ابريل 2019 كان درس بنفخر دلوقتي واحنا بنستحضره. ايوه، هزمت النادي الاهلي من سان داونز بخماسيه. بعدها في 8 ابريل خرج بيان مهم جدا للاعبي النادي الاهلي بيتعهدوا فيه لجمهورهم. وانا هنا عايز اقف عند حاجه، سهل جدا تقطع الوعود صعب تنفذها. عايز اقف عند جمله وهي بتقول اللاعبين قالوا فيها: لم يعد امامنا سوى العمل والتركيز وبذل اقصى جهد لتصحيح الاوضاع على كافه المستويات ورد الاعتبار، لأن الأهلي كبير القارة الإفريقية والكل عليه أن يعتذر للأهلي عمليا، وأن هذا النادي الذي نفخر بالانتماء إليه صاحب الفضل وحقه أن نقاتل من أجله. تعال بقى، هي دي اللحظة اللي كان اللاعبين بيعتذروا بيها. ولكن في النادي الأهلي تحديدا قاموسنا هو فكرة أن الاعتذار مش بالكلام. الاعتذار عمره ما كان مجرد كلام مرسل، الاعتذار بالفعل. عصام الشوالي التونسي اللي فرق وبتنافس النادي الأهلي لما قال هزيمة سان داونز للأهلي بخماسية سوف تدفع ثمنها القارة إلى يوم يبعثون، ده اللي حصل. ده اللي حصل لما خدت 2 دوري أبطال أفريقيا ورا بعض والجميع بيشاهدك، ما سبتش حد. هو فعلا كانت فكرة الانتقام، الانتقام الكروي. عملت إيه؟ بتفوز على سان داونز في نسختين ورا بعض في دور الثمانية بتقصيه. عملت ايه؟ بتفوز على الوداد بخماسية في نتيجة المباراتين. عملت ايه؟ بتفوز على الرجاء في السوبر الافريقي. بتفوز على الترجي بخماسية في نصف النهائي في بطولة افريقيا الاخيرة. بتتوج بلقبين ورا بعض. بتروح مونديال العالم للاندية بتحقق البرونزية. بتاخد 2 سوبر في 6 شهور. هو ده النادي الاهلي. انت بمجرد ما حسيت ان انت عندك هزه بحجم سان داونز ما اكتفتش وقمت ووقفت وقلت للجميع: ايوه انا بطل القاره وزعيمها وسيد القوم. قمت ورديت بشكل عملي وعرفت الجميع ان تاريخ النادي الاهلي تقبل تكون فيه استثناء زي سان داونز، ولكن الاهم ان انت هتعوض بايه بعد الفرق بنشوفها على مدار 20 سنه مش قادره تنهض، مش قادرة زي ما تعمل النادي الأهلي وترد اعتبارها أمام القارة بالأكمل. أنا النهاردة أقدر بكل فخر أقول النادي الأهلي فعلا يمرض ولا يموت، والنادي الأهلي لو أنت انتصرت حتى قدامه تأكد أن الضريبة هتكون كبيرة جدا. كل الفخر، كل الفخر
لانتمائنا لهذا الكيان اللي خلانا نعرف ان بطوله السوبر هي مش مجرد بطوله بنحتفل بيها، هو تتويج لفكره وهي ان النادي الاهلي قادر انه حقيقي يسعد جمهوره يا اسامه. بالتاكيد يا فارس، والاهم كمان ان دي مش صدفه، لان الصدفه ما بتتكررش على مدار التاريخ، اللي احنا جبنا لكم جزء منه مش كله، وبالتالي دي عقيده. ايوه عقيده في مسماها روح الفانيلا الحمراء واسباب الفوز دايما، وده على الجانب النفسي اللي لازم نفهمه ولازم الجيل ده وكل جيل ينقله للجيل اللي بعده، هي فكره انك قادر تنتصر حتى لو المباراه كانت مش لصالحك، طالما الحكم لم يطلق صفاره النهايه فانت لسه عندك الاستعداد والقدره على انك تفوز. كل جيل بيجرب التجربه دي، جبنا من اجيال اربعينات وحصل قبل كده ان في مباراه طريفه جدا بين الاهلي والمصري كان البث اتقطع في الراديو وطلعت جماهير المصري تحتفل ومنتظره الباص بتاع المصري راجع بكاس مصر، واذا بالمباراه كانت منتهيه لصالح النادي الاهلي، قدر يعمل ريمونتادا في اخر 10 دقائق. ده كله تاريخ للنادي الاهلي في فكره العوده دائما بالبطوله، ومهم جدا ان الجيل الحالي يكون عنده التجربه دي. التجربة اللي بدأت لما الجيل ده صدق نفسه في 27 نوفمبر 2020 وقدر يحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 7 مواسم أو 7 سنوات، لما صدق ده كانت بطولة العشرة كانت أسهل بشكل كبير من البطولة التاسعة، وقدرت تفوز وانت عندك تجربة منصة التتويج. كذلك السوبر عندك تجربة منصة التتويج، فعشان كده لما قفشة قال قول لهم جيل تريكا وبركات وجمعة راجع تاني، أنا عايز أقول لقفشة انتوا في ايديكم دلوقتي كجيل ان انتوا تتخطوا رقميا جيل ابو تريكا وبركات ومتعب وفلافيو وكل الناس دي، انتوا في ايديكم المره دي او السنه دي في دوري ابطال افريقيا ان انتوا تصنعوا ما لم يصنعوا جيل في تاريخ النادي الاهلي وتحفروا اساميكم بحروف من ذهب، لكن ركزوا دايما في البلاس 90 وانقلوها دايما، لان دي مش بس بتفيدكم بايجابيه ان انت اول لما الوقت يقترب بتجهز كل طاقتك عشان تسجل، لا ده المنافس كمان صدقني بقى مقتنع جدا او هيبقى مقتنع جدا مع تكرار التجربه ان مفيش امل حتى لو انا كسبان قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي هيعود في المباراه. ركزوا على المكتسبات دي، مكتسبات التتويج، مكتسبات اعتياد منصه التتويج، مكتسبات البلاس 90. قلنا لو في حلمك متفوق على النادي الاهلي ما تصدقش حلمك لان عقلك الباطن مش هيتقبله، لكن كمان جزء من رد الاعتبار الاهلاوي شخص لازم نقف عنده. كابتن محمود الخطيب كان له دور كبير جدا في ان هو يقرر ان الشخص ده جزء من مشروع النادي الاهلي بسميه لرد الاعتبار، وهو بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني وهو يحتضن الالقاب، اللقب خلف اللقب، هو شخص مش عادي في تاريخ النادي الاهلي. ايوه بيتسو موسيماني زي ما انت سمعتني اصبح شخص غير عادي بالمره في تاريخ النادي الاهلي. بيتسو موسيماني اصبح من انجح المدربين في تاريخ النادي الاهلي، وهو المدرب الوحيد رقميا حاليا اللي نقدر نقول انه بينافس مانويل جوزيه. بيتسو موسيماني لو نقدر نعرض الصوره، بيتسو موسيماني هو المدرب اللي قدر يحقق بطولتين دوري ابطال افريقيا في او بيتسو وهو بيحتضن اللقب، وبيتسو مع كابتن محمود الخطيب كمان ممكن نشوفه لان الربط ده مهم جدا. بيتسو هو المدرب اللي قدر في اقل من سنه يحقق بطولتين لدوري ابطال افريقيا. بيتسو هو المدرب اللي حقق بطولتين للسوبر الافريقي في 6 شهور بالظبط. ليه ده مهم؟ لان كابتن محمود الخطيب اللي بيتسو حريص على المشهد ده هو اللي آمن بفكرة بيتسو موسيماني إنه يقدر يغير الواقع. بيتسو موسيماني هو المدرب اللي عاد الرقم مانويل جوزيه في تحقيق أفضل إنجاز الأهلي في دوري أبطال في كأس العالم للأندية بتحقيق البرونزية. مش كده وبس، الفارق إن بيتسو موسيماني كان المدرب الوحيد في تاريخ النادي الأهلي اللي حقق انتصار على بطل أمريكا الجنوبية. أيوه هو المدرب الوحيد في تاريخ النادي الأهلي اللي حقق الرقم ده في كأس العالم للأندية. بيتسو موسيماني عنده سلبيات؟ اكيد احيانا، لكن اوعى تغفل ان المدرب اللي قدر يخرج سان داونز ويكسب الترجي بخماسيه ذهابا ايابا، ويكسب الوداد بخماسيه ذهابا وايابا، ويكسب الزمالك في 3 مباريات في مواجهات مباشره منهم مواجهه بخماسيه والمباراه الرابعه كانت تعادل، اوعى تعتقد ابدا انه مدرب ما يستحقش التحيه ويستحق نقف عنده. بيتسو موسيماني جزء من مشروع رد اعتبار النادي الاهلي اللي الجميع سوف يدفع ثمنه.
خلينا ننقل برضو من محطات كتير هنقف عندها في البطولة دي، ولكن أهم محطة من وجهة نظري دائما تبقى محطة جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي اللاعب رقم واحد في تاريخ النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي اللي قدمت صورة مهمة جدا أشعلت حماس لاعبي النادي الأهلي لدرجة شفنا لعيبة بتدي هدايا للجماهير، ولكن في النهاية دورها دائما وأبدا على مدار التاريخ هي اللي بتوقف النادي الأهلي وقت ما يكون ليه وقع. لكن زي ما بنقول لجيل ورا جيل، انقل البلاس 90 وانقل روح الفانيلا الحمراء وانقل شعورك بثقتك انك تقف على منصة التتويج، كمان في أجيال أخرى وأطفال بنشوفها بيكون عندها نفس الحماس نفس الشغف نفس الحب للنادي الأهلي. والله كلمة الحب أقل كمان من الفيديو اللي هتشوفوه للطفل ده اللي يعني أثر فيا بشكل كبير جدا عاطفيا، لأن ده حب وانتماء للنادي الأهلي. أي كلام هقوله قبل ما تشوف الفيديو بالتأكيد أقل بكتير من اللي هتشوفوه من الفيديو. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. أنا عاشق حتى البكاء، دي مش بيقولها كاظم بقى، دي بيقولها عمرو الطفل الجميل عمرو اللي كانت دموع الفرحة مالية عينيه وهو بيشوف النادي الأهلي. وأحلى كلمة قالها بعد الفوز بالبطولة الحمد لله. وعشان كده احنا محتاجين نكلم عمرو ومحتاجين نكلم والد عمرو الأستاذ طه الحسيني، طبعا هم جماهير النادي الأهلي اللي حضرت. ازيك يا عمرو؟ اسمح لي يا أستاذ طه بقى أسلم على عمرو الأول لأن هو اللي خطف قلبي. ازيك يا عمرو؟ ليش يا استاذ عمر؟ عمر طب ازيك يا عمر؟ ازيك يا عم عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كويس الحمد لله. كنت متوقع بقى ان احنا هنجيبك النهارده كده بعد اللقطه اللي شفناها لك في المدرج دي؟ الصراحه لا. طب ايه رايك بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ وايه رايك بقى وانت قاعد كده قول لي بقى ايه اللي كان بيخليك تبكي او تعيط واحنا لسه في اللحظات الاخيره من الماتش؟ اللي خلاني اعيط كنت قلقان الاهلي يخسر وهيضيع السوبر انا عيطت. طب واستاذ طه بقى انت قلت له ايه بقى وقت اللقطه دي؟ كنت انت قلقان برضو ولا كنت واثق ان النادي الاهلي قادر يرجع؟ هو فكره بص، هو انا قلت حاجه غريبه جدا، انا قلت انا حلفت من غير حتى ما اقول كلمه ان شاء الله، ما اعرفش هي طلعت ازاي، ما قدمتش المشيئه. انا قلت له والله هنكسب، قلت له والله هنكسب. وبعد كده حصل، انا في الجمله دي كانت في الضربه الخامسه، هم سجلوا الضربه الخامسه، وفي الضربه الخامسه بعدها دخل اكرم حط السته وهم ضيعوا في السته، فكانت حاجه لا اراديه كده، فبصوره فبقول له يا عمر، قال لي الحمد لله، فقلت له بتقول ايه؟ قال لي بقول الحمد لله. الحمد لله دايما. فكانت لحظه صراحه جميله واحنا بنشكركم والله على الفرصه السعيده ديت ان انتوا خليتونا جزء من البرنامج. اتفضل. انتوا جزء اصيل اكيد، وكل جمهور النادي الاهلي كله جزء اصيل، ولكن انا حابب اكلم عمر. اولا انا بحييك على فكره الانتماء اللي انت زرعته في ابنك ده، وفكره حب كيان زي النادي الاهلي هيأثر في شخصيته وعقليته لحد ما يكبر. بس انا عايز اقول لعمر البطل بالنسبه لي، عمر هو بطل المشهد اللي انا بجد سعيد وفخور بيه، وحابب اقول له ان عمر احنا الكبار بنتعلم منك. فعايز اقول لك انت قول لنا كده، كلمنا وعايزك تفك كده وتحكي لنا ايه اللي انت بتحبه تحديدا في النادي الاهلي، ايه اللي يخليك توصل لمرحله انك تعيط عشان؟ الصراحه بحب النادي الاهلي، فريق يعني بحب اشجعه ودايما بيكسب وبيلعب المكسب، و لو خسر ازعل، بس رياضه الفوز والخساره عادي. انت عندك كام سنة يا عمر؟ 8. ما شاء الله. طب انت حضرت بطولات كده 8 رقم السوبر. طب بص يا عمر، دي هدية مني ليك على الهواء، وان شاء الله الاستاذ طه تتواصل مع الاعداد ليك تيشيرت النادي الاهلي مني هدية من البرنامج كمان انا وفاء. الله يكرمك يا استاذ سامر، اول ما تنزل ان شاء الله مصر تتواصل معانا، ودي اقل حاجة نقدمها لعمر ويكون موجود معانا. ربنا يكرمكم،
احنا بنفرح بيكم وبنشوف الاهلي من خلالكم، وهو دايما مجمعنا يعني. ربنا يكرمكم. انتوا فرحتونا، واوعى عمر ما يفضلش بالمشاعر دي. حب الاهلي يا عمر، الاهلي حياه، الاهلي عشق لكل اللي بيحبوه. ومع السنه التاسعه ان شاء الله بطوله السوبر التاسعه يا عمر. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. فارس قال جمله مهمه جدا، وهي فكره الانتماء، وده الحاجه الوحيده في الغربه. عمر يعني يعتبر جاي هنا وهو عمره شهر، فهي دي الحاجه الوحيده اللي الواحد بيزرعها فيه، هي فكره لو واحد دور على الانتماء مش هيلاقي اكتر من بلده والنادي الاهلي. برافو عليك. الحاجه اللي ممكن تعلمه وتخليه ياخد منها عادات وتقاليد وحاجات كتير حلوه، ما اعتقدش هيلاقي حاجه غير النادي الاهلي. بالتاكيد مصر فوق كل شيء، وايضا الانتماء الكروي للنادي الاهلي. اكيد اكيد، انت قلت البلد طبعا، وانا يعني شعور واحد كان مغترب 7 سنين وعارف قد ايه كلمه مصر لما بتكون يعني بيسمعها مغترب في الخارج ايه المشاعر اللي بتكون لديه، ما بالك بقى كمان في ماتش فيه حماس ونادي الاهلي بيلعب باسم مصر. احنا بنشكرك يا عمر جدا 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 يا بطل، وكمان بنشكرك يا استاذ طه، وباذن الله نحتفل مع بعض ببطولات كتير جايه ان شاء الله. بنشكرهم اكيد، وكان شيء عظيم المشهد ده، وبجد علموا اولادكم حب الوطن، حب الاهلي، حب الكيانات الناجحه اللي تزرع في شخصيتهم ازاي تكون مواطن ناجح وشخص عارف كلمه الانتصار هي هدفه واللي قدام عينيه. نشوفكم بعد الفاصل، والمفاجآت معانا النهارده كتير. اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر، ولسه عندنا مفاجآت كتير، عندنا تغطيه للسوبر، وعندنا كمان اخبار عن مباراه بكره المهمه جدا بين الاهلي وفيوتشر، وعندنا كمان في حصاد الاهلي خط احمر عندنا سؤال مهم جدا، شاركنا على هاشتاج الاهلي خط احمر، ومن وجهه نظرك ايه افضل هدف النادي الاهلي سجله سنه 2021؟ انت رايك يا فارس افضل هدف ايه؟ رايي هدف طاهر، لان انا بحب الحاجات اللي فيها دراما ومعاناه، وشايف طاهر بالظروف اللي كان نفسيا فيها بتسجيله الهدف، بان الهدف ببطوله ده بالنسبه لي هدف السنه. انا كنت اختار طاهر، بس بما انك اخترت طاهر هختار هدف تاني عشان برضو نعمل تشويق. انا بالنسبه لي ادي سؤال حلقه النهارده، ما هو افضل هدف سجله الاهلي في عام 2021 على هاشتاج الاهلي خط احمر؟ وكالعاده مع حضراتكم هنستعرض تويتات حضراتكم في خلال فقرات البرنامج، ولكن بما ان فارس قال طاهر وانا متفق ان هدف طاهر هدف ببطوله، هدف في توقيت كتير جدا يعني هنفضل فاكرينه طول الوقت، وهيكون من ضمن الارشيف بلس 90 اللي بنتكلم فيه، ولكن بما ان قال طاهر فانا هقول كمان رابونا السولية وهدف محمد شريف في مباراه الخماسيه. اصل كانت الاهداف كتير في الماتش ده، فما تحسش هدف واحد معلم معاك. هم كلهم حلوين. هم كلهم حلوين، ولكن النادي الاهلي كمان حلو يا جماعه. ازاي النادي الاهلي حلو؟ انت احيانا اللقطه اللي شفناها بتاعت عمر دي ممكن تحس انها استثناء، بس لما تشوف ان هي مش استثناء هتحب الاهلي اكتر، لما تشوف جمال عمرو فريد وهو طفل زي عمر، وبرده كمان عشان النادي الاهلي بيورينا المشهد اللي هنطلع نشوفه ده. بص يعني الكلمات احيانا بتكون قليله، الواحد جسمه كله اشعر وهو بيشوف الطفل ده بالاحساس ده بالمشاعر دي، وبيخلينا نتذكر كمان طفولتنا كانت عامله ازاي. يعني للامانه يعني عاصرنا مشاهد من دي كتير. انا عايز اقول يا اسامه، احنا دايما بنقول من شيوخك اكتسبنا مجدنا، لا هو كمان من اولادك بنكتسب مجدنا، لان لما ده يبقى جيل النادي الاهلي الصغير، لا لا بجد اوعى تقلع على الاهلي، اوعى تقلع على النادي الاهلي، طالما دول ولاده الصغيرين، طالما دول اللي جاي بتاعنا، وطالما دول بكره بتاعنا. وعشان كده وزي ما سمعت عمر معانا جمال عمر فريد برضو، نسمعه ونتكلم معاه ونشوف ازاي المشهد ده هو وصل ليه. ازيك يا جمال يا حبيبي، وازيك يا عمر، ويا رب تكون عمر فريد. ازيك يا عمر، ويا رب تكونوا دايما في حالة كويسة وفرحتونا بالأهلي وخلتونا مبسوطين.
ربنا يخليك يا كابتن محمد، صباح الفل عليك، وصباح الفل على الاهلي والاهلاويه، وصباح الفل على كابتن احمد اسامه. ومش عارف اقول لكم ايه، انتوا الصراحه بتخلوا الجمهور بيبقى فخور بناديه بالحاجات التفاصيل الصغيره اللي انتوا بتعملوها. قبل التفاصيل بس، قبل التفاصيل، صباح الفل الساعة 10 بالليل، أنت كده بتتكلم بتوقيت الخارج. جملته الشهيرة. أنا اليوم كله عندي صباح الفل يا كابتن أحمد. دايماً فل. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك. أنا عايز أسأل جمال، عايز أسأل جمال بس حاجة مهمة، لأن أنا زي ما بقول دايماً الأطفال دول هم نجوم المشهد ونجوم اليوم أو الحدث اللي إحنا بنتكلم فيه. عايز أسأله الأول، هو ليه كان بيبكي في الدقايق دي؟ والأهم كمان، طالما ده كان مشاعره والنادي الأهلي بيكسب، لما النادي الأهلي بيخسر أو ما بيحققش بطولة بيحس بإيه؟ السؤالين دول عايز أسمع منه إجابة. ماشي، اتفضل معاك جمال. طبعا احنا كلنا بنتضايق طبعا، وبس بنتضايق وبنفرح أكتر، لأن لازم ندعمه في الخسارة قبل المكسب. ده وانت كنت بتعيط ليه؟ انت حسيت بايه؟ والله انا في اول الماتش ما كنتش عايزه اعيط خالص خالص خالص، بس والله انا كنت واثق في الاهلي ومستني الفوز ده، وطول عمري بثق في الاهلي لحد ما الحكم يصفر. طول عمرك بتثق في الاهلي لحد ما الحكم يصفر، ده اكيد بقى تعليم بابا ولا تعليم جده؟ ده بقى اللي عمرو يجاوبنا فيها. عايزين نعرف المشاهد بس مين جمال وحفيد مين، عشان برضو ده اكيد بيفرق في النشأ وفي التربيه والانتماء للنادي الاهلي. احنا بنتشرف طبعا بجذورنا، لكن جمال مشجع اهلاوي عاشق للاهلي، هو خد حب الاهلي مني ومن اللي حواليه. طبعا جده الحاج حليمه، بس هو مع الاسف جمال ما شافش الحاج حليمه الله يرحمه. خالي طبعا الحاج حليم، الحاج حليم يخش عليه طبعا. بالظبط طبعا. احنا الاهلي عندنا حاله مختلفه، مش فريق بنشجعه، احنا الاهلي حياه بنعيشها يا كابتن. والله احنا بنتعلم من الاهلي، بناخد مبادئنا، بناخد اخلاقنا، بناخد كل حاجه حلوه من الاهلي وبنطبقها في حياتنا. حقيقي الاهلي بالنسبه لنا مدرسه، مش فريق بنشجعه كده وخلاص، يعني مش كلام انشا ولا كلام تلفزيون، ده كلام في قلوبنا قبل ما يكون على لساننا. هو باين على جمال يا عمرو، باين على جمال، باين جدا جمال. هو 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 مع الاسف انه ما بيعرفش يتكلم قدام الكاميرا، بس بره الكاميرا لا، احنا عندنا شعور تاني. انا دايما بقول ان الاهلي ضنايا، الاهلي عيل من عيالي، الاهلي مش فريق بشجعه. انا دايما بقول ان الاهلي ابني البكري. الله. زي ما بخاف على مصلحه عيالي بخاف على مصلحه الاهلي، زي ما حابب لعيالي انه يبقوا نمره واحد، دايما ببقى حابب الاهلي نمره واحد، والاهلي فعلا نمره واحد، فعلا نمره واحد يا جماعه، والله بالارقام نمره واحد، باخلاقه نمره واحد، بمبادئه نمره واحد، باصوله نمره واحد، برؤساء انديته اللي بيخلوا الاهلي، اللي بيخلوا الاهلاوي فخور انه اهلاوي. طول عمرنا ابدا ما حسينا للاهلي نمره اتنين، وبالتبع جمهور الاهلي هو نمره واحد في الدنيا كلها. اكيد اكيد يا عمرو. انا عايز بس اسال بقى كده جمال، هو عنده كام سنه الاول؟ ويقول لي كده، هل في مباراه كانت صعبه زي مباراه الرجاء، ولا دي اول تجربه ليه مع ماتشات صعبه والنادي الاهلي بيحسم البطوله في الدقيقه الاخيره؟ لا، عاش القضيه، عاش القضيه يا كابتن. دي ما كانتش صعبه يا عمرو. والله ماشي، بس هو ما فيش مباراه للمنافس صعبه. انا عمري ما دخلت مباراه للمنافس ولقيتها صعبه، بل بالعكس المباراه بتبقى، لا انا اقصد صعبه في الاوقات الاخيره يا عمرو، ان انت متاخر وترجع تاني للمباراه. هو الرجاء، هو يكلمك، هو يرد عليك، الرجاء فعلا. قول لي يا جمال، عندك كام سنه؟ 8. انتوا كلكم رابطين على 8 النهارده ولا ايه؟ رابطين على عدد بطولات السوبر. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي. قول لي بقى، قول لي، ما عشت مباراه صعبه قبل كده غير ماتش الرجاء؟ بغض النظر بقى الاهلي كان متقدم متاخر، انت حسيت بمباراه صعبه غير ماتش الرجاء؟ طبعا ماتشات كتير، القاضيه والرجاء، وفي ماتشات كتير يعني مش عايز اتكلم دلوقتي، بس يعني في ماتشات كتير طبعا. حبيبي حبيبي، بشكرك جدا يا جمال، وان شاء الله حاجه رائعه. احنا بنشكرهم. انا بس ممكن قول اتكلم. من 15 سنه. لا قول طبعا. نحب نسمعك. واجب، ربنا يخليك، واجب على كل اهلاوي انه يفتخر ويتشرف ويبقى راسه مرفوعه جدا
نمره واحد انه اهلاوي، ونمره اثنين اللي عندنا رئيس نادي زي كابتن الخطيب أكيد. ربنا يبارك له ويعزه ويكبر بخاطره. الخطيب مدرسه بيعلم اجيالنا. صحيح يا جمال اللي جنبي ده وعمر اللي انت جبته من شويه، دول لما هيطلعوا يعرفوا من رئيس ناديهم هو اللي بيدعمهم هو اللي بيحتويهم، عمرهم ابدا ما هيبقى في ذره شك من انتمائهم لبناديهم ولبلدهم. عشان عندنا كابتن بيبو بيعلم العيال الصغيره دي يعني انتماء أكيد. يعني ويعني ايه حب الفريق، وبالتالي حبك لبلدك. طبعا الف شكر ليك يا بيبو، وربنا يخليك وتفضل دايما تعلمنا، تعلم جمهورك وتعلم ولادك واحفادك يعني ايه حب، يعني ايه احترام للكيان ولرؤساء الانديه. شكرا يا بيبو. احنا شكرا يا بيبو، نشكرك ولنا بس طلب عندك، لازم تعلم جمال يتكلم كلام حلو كده زيك عشان هو خجول شويه ويكبر ان شاء الله ويجي يقعد مكاننا كمان. اول مره ربنا يخليك، محدش يقدر يملى مكانكم. لا لا ربنا يخليك، احنا اتشرفنا بيكم. انتوا الاثنين بالذات، انت واحمد بالذات اللي قريبين من كل جمهور الاهلي، جمهور الدرجه الثالثه الشمالية، انتوا مننا، انتوا طالعين مننا، احنا اللي قدمناكوا للاعلان، احنا جمهور الاهلي. انت سيبك بقى من اشخاصنا خالص، هو الموضوع النادي الاهلي. انتوا فوق دماغنا والله. كنا سعداء جدا بوجودكم معانا. الاهلي ده حياتنا، وشفنا معاه المعجزات. طبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله الرساله من الفيديوهين دول يا احمد هي رساله لكل الولاد الصغيرين. حب بلدك مصر، انتمي للحاجات الحلوه اللي فيها، ولو اتكلمنا على الحاجات الحلوه اللي فيها مش هنلاقي احلى من النادي الاهلي. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم من جديد، والاهلي خط احمر، والاهلي خط احمر، فيبقى كابتن النادي الاهلي ايضا خط احمر. في البعض او احدهم عنده مشكله دائمه مع الكابتن محمد الشناوي. المشكله دي ما اعرفش ايه اسبابها، ولكن في 2018 اختيار الكابتن محمد الشناوي اثار لغط عند هذا الشخص او عند البعض، وبدا يتكلم ان الكابتن محمد الشناوي ليه بينضم لمنتخب مصر، وذكر اسماء حراس اخرين حاليا مش قادرين حتى يكونوا اساسيين في فرقهم. واعتقد عدى الامر وتالق الكابتن محمد الشناوي في 2018، واول مباراه ليه في كاس العالم بيحصل على رجل المباراه. جينا 2019 امم افريقيا في مصر، ودايما نفس الكلام بيطلع، ليه الشناوي هو اللي يكون حارس مرمى المنتخب؟ المفترض سين او صاد هو اللي يحرس مرمى المنتخب، تتلعب الامم، يقدم المنتخب اداء مش مقنع لجماهير كره القدم المصريه باستثناء اثنين، احدهم كابتن محمد الشناوي. كابتن محمد الشناوي واختياره الاولمبياد، ليه بيتم اختيار الشناوي للاولمبياد؟ فالكابتن شوقي غريب يصر عليه، وبيكون من ضمن الحاجات اللي تم الاقناع في القرارات كانت قرار انضمام او اصراره على كابتن محمد الشناوي اللي بيحصل على اعلى تقييم في الاولمبيات مع منتخب مصر الاولمبي، وتقريبا كان في منتخبات كان محمد الشناوي بيتصدى ليها وحده. الكلام هيفضل مستمر دايما عن الكابتن محمد الشناوي، حتى جمله الكابتن محمد الشناوي في حته ثانيه بتضايق البعض، لكن الحقيقه الكابتن محمد الشناوي في حته ثانيه. اكيد كابتن محمد الشناوي في حته ثانيه، وحته ثالثه، وحته رابعه، وحته خمسه. بس الفكره في ايه؟ الفكرة إن أحياناً أنا في حاجات بتضايقني وفي حاجات ما بتضايقنيش خالص، في حاجات أحياناً لما بتتقال اللي بيقولها بيصعب عليا، وده الموقف اللي يخص كابتن محمد الشناوي، اللي بينفي فكرة كابتن محمد الشناوي في حتة تانية ده بيصعب عليا أكتر منه، أنا بتضايق منه. ليه؟ بعيداً عن الحراس أو الأسماء اللي هتسمعوها دول بينتموا لنادي إيه، هي الفكرة في إن الحراس دول ما قدروش ينافسوا محمد الشناوي. الأول سمعنا فكرة إن جنش هينافس محمد الشناوي وجنش هو المستقبل مع الشناوي. شوية جنش أصلاً بيمشي من ناديه وبيلعب حوالي ماتشين بس دولي. شوية لا خلاص بقى عندنا عواد أغلى حارس في تاريخ الكرة المصرية، أكيد ده بقى هو اللي هيزحزح الشناوي عن عرش حراسة المرمى. طب النتيجة مفيش، محدش يقدر يزحزح الشناوي. بس خلاص ابو جبل اللي هياخد مننا كل الدعم، وهو ده بقى اللي هيقدر يزحزح الشناوي. ابو جبل مع الوقت وبعد الخماسيه كارت روم بيخليه بديل، وكيروش ما بيختارهوش ضمن قائمه المنتخب. نيجي بقى للاهم،
لما بدأ محمد صبحي يكون هو الحارس الثاني للمنتخب للشناوي. اتقال ان محمد صبحي لا ما تقولش الشناوي في حته ثانيه لانه بينافسه. انا عندي حاجه تخلص الموضوع ده، واصلا زي ما اسامه لسه قال لكم محمد الشناوي كان من الثلاث لاعبين اللي اختيروا لتمثيل المنتخب الاولمبي. مين حارس مرمى المنتخب الاولمبي؟ ايوه محمد صبحي. اذا الشناوي في حته ثانيه، هو الشناوي في حته تانية، والبعض عاوز يسوق فكره الحته التانية بشكل غريب شويه. خلينا نقول غريب، يعني يقول ايه؟ يقول ما محمد صلاح في حته تانية، الكابتن محمود الخطيب في حته تانية، عصام الحضري في حته تانية. بالتاكيد كانوا في حته تانية، بس لما بتيجي تتكلم عن حارس مرمى حاليا لسه متواجد وما شاء الله بيلعب، لازم لما تقول في حته تانية فانت بتقول في حته تانية بالنسبه لمنافسيه مش بالنسبه لاساطير. بكره ان شاء الله بعد وقت طويل جدا ويقرر الكابتن محمد الشناوي براحته امتى يقرر الاعتزال، لسه عايزين منه كتير وكتير وكتير. بالتاكيد هنرجع برضو نقول كان عندنا اسطوره في حته تانية، بس الكلام المنطقي المفترض لما تقارن حارس مرمى في الوقت الحالي لازم تقارنه بالموجود. النقطه الثانيه، طب لما هو جامد قوي كده هو انتوا ليه مشيتوه في 2008؟ انا مش هقول لك الكابتن احمد ناجي قال ان من يعني أسوأ قراراته الفنية هو الاستغناء عن محمد الشناوي في الوقت ده، أنا مش هقول لك الكلام ده خالص، لكن هقول لك وهو مين أصلاً ممكن يكون بادي بداية صعبة وما يتحولش يكون أسطورة. كابتن محمد صلاح أندية مصرية رفضته وقالت إن هو لا يليق بتمثيلها. حالياً كابتن محمد صلاح اللي حضرتك بتقول عليه في حتة تانية، أندية مصرية رفضت وقالت مش على قد قدرات هذا النادي. فبالتالي ما تتكلمش عن 2008 وخلينا دايما نتكلم عن مستوى الكابتن محمد الشناوي اللي بيحرس مرمى النادي الاهلي منذ 2016 تقريبا، وبيقدم مستوى في حته تانية لدرجه ان المنطقيين وبتوع الكوره بجد، لان في ناس بتقول احنا بنتكلم بمنطق وكوره، وانا اسف كلامهم بيخلو من كل المنطق وبعيد تماما عن الكوره. بتوع الكوره اللي بجد اللي بينافسوا اصلا الكابتن محمد الشناوي ليهم اراء خاصه بان الشناوي في حته تانية. نسمع كابتن محمد عبد المنصف ونرجع نعقب. اشكرك، ده سؤال مش محتاج تفكير، محتاج رد على طول في ثانيه. لو قلنا النهارده الحارس رقم واحد في مصر من وجهه نظرك مين؟ طبعا محمد الشناوي طبعا. لو قلنا ان محمد عبد المنصف بينافس حارس على المركز الثاني، ممكن يكون مين؟ ممكن يكون ابو جبل للمرحله اللي فاتت. لما بتتكلم عن الكابتن محمد عبد المنصف بتتكلم عن تاريخ. ايوه تاريخ. ليه؟ الكابتن محمد عبد المنصف اكتر لاعب في تاريخ الدوري المصري لعب عدد مواسم متتاليه بالموسم اللي لعبه ده. الكابتن محمد عبد المنصف له مباريات عديده جدا مع فرق عديده جدا في الدوري المصري. انا بالنسبه لي سؤال صعب جدا لما تيجي تسال حارس مرمى له تاريخ وتقول له مين بينافسك على المركز الثاني. والكابتن محمد عبد المنصف بمنتهى صفو النية وبمنتهى الروح الرياضية وبمنتهى المنطق بيقول أبو جبل اللي بينافسني على المركز الثاني. ليه؟ لأن مفيش حد بينافس كابتن محمد الشناوي على المركز الأول. وبالفعل ده أبسط دليل من الأدلة الكتيرة اللي هنعرضها إن حتى منافسيك معترفين إن الشناوي في حتة تانية. طيب لما يبقى أسامة بيكلمكم عن الحارس اللي كان حارس لنادي وادي دجلة كابتن محمد عبد المنصف وهو بيتكلم ما يدل ان الشناوي في حتة تانية، طب حارس نادي الزمالك، طب واحد من الأسماء اللي انت في وقت كنت عايز توصل فكرة ان الشناوي مش في حتة تانية بالنسبة لهم فنيا، هو نفسه قال ايه؟ نطلع ونسمع. مصر الأول الآن الشناوي. انا بقول لك بصراحه راجل ماشي بشكل كويس فتره كبيره جدا، سنه لغايه دلوقتي سنه صح، بشكل كويس. ما تقدرش تقول ابقى كذاب لو قلت حاجه غير كده. طب ليه ما دعمش زميلك جبل ماشي بشكل كويس؟ ولكن انا انا بتكلم في الناس بتحبني عشان انا حقاني. بصوا انا عايز اقول لكم حاجه، جنش حل اللغز التردد لما بيقول له بس ابو جبل زميلك، مع انه اصلا هو قال ان هو الشناوي الحارس رقم واحد في مصر، واصلا جنش حارس مميز على فكره، فكون هو يقر ده هو فنان. انا اصلا بالنسبه لي جنش اعلى من ابو جبل، فكون جنش يقول ده على نفسه فمعناها ان هو اكيد شايف ان هو افضل من زميله ابو جبل. بس الخلاصه كلها فين؟ في الجمله بتاعه السكوت. لا
انا بصراحه لازم اقول لك ان انا راجل ما تعودتش اقول حاجه مش صريحه، فبصراحه الشناوي هو الحارس رقم واحد. كام واحد بقى اتعود يقول حاجه مش صريحه؟ هم كل اللي بيقولوا ان الشناوي مش في حته تانية. مهم جدا ان جنش يقول ان الشناوي رقم واحد، والبعض ممكن قال لك اصل هو كان على خلافات مع ابو جبل. لا، ده اعتراف واضح شخصي. واعتقد عبد المنصف معهوش عندهوش اي اختلافات مع اي حارس مرمى موجود حاليا. لكن رحنا لعبد المنصف حارس مرمى كبير وله تاريخ في الدوري، ورحنا كمان لحارس مرمى نادي الزمالك سابقا وحاليا نادي فيوتشر، ونتمنى له العوده سريعا والسلامه ان شاء الله. عندنا كمان مدرب حراس مرمى بينتمي للمثلث ايام مجد الدراويش وايام مجد الاسماعيلي. حاليا الاسماعيلي عنده مشاكل كتيره جدا بتواجهه في الدوري المصري، والبعض شايف ان في صعوبه للنادي الاهلي ان هو يلعب في الاسماعيليه، لكن مش ده موضوعنا دلوقتي. موضوعنا كابتن سعفان الصغير قال ايه عن محمد الشناوي. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. ناوي اهلي، شناوي بيراميدز، وعندك عواد، وعندك جنش لما يرجع، وابو جبل، وعامر عامر، وابو السعود، والمهدي سليمان، عندك حراس مرمى كتير جدا ميد. بس هتلاقي بس دلوقتي في فرق كبير جدا ما بين الحراس. الاول من حوالي سنه كانوا شبه بعض، او من فتره قليله كانوا شبه بعض. دلوقتي شناوي اهلي بيفرق، تحتيه شناوي بيراميدز، بعد كده بقى ايه، قول الاسامي اللي انت عايزها. ممكن من سنه كانوا شبه بعض، لكن كان في دلوقتي او دلوقتي بقى في فرق كبير جدا بين الشناوي واقرب منافس ليه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الكابتن سعفان الصغير. مين الكابتن سعفان الصغير؟ طبعا انا مش هعرفكم على تاريخه كحارس مرمى الاسماعيلي ومدرب حراس مرمى، لا، انا هعرفكم على موقفه وقت اختيار محمد الشناوي ان هو يكون ضمن قائمه منتخب مصر اللي هتمثل منتخب مصر في كاس العالم. وقتها كان بيدافع بشكل كبير جدا عن عواد. حاليا فين عواد؟ مش قادر يكون اساسي في نادي الزمالك، وده الكابتن سعفان الصغير اللي بالتاكيد بالتاكيد لما بيتغير رايه من 2018 ل 2020 و2021 بيكون رايه منطقي وبتاع كوره وكمان اهل ذكر، ده حارس مرمى. بص يا اسامه، حته مهمه جدا نسرع بما انك اتكلمت في رايه قبل كده. كنت بتكلم مره مع احد المشجعين لنادي الزمالك واستشهدت بكابتن سعفان، فقال لي اصل هو على خلاف مع عواد دلوقتي فما قالش عواد، وانت قلت كان بيدعم عواد في وقت هو كان علاقته بيه. بس المنطق ان هو لو الراجل عنده مشكله مع حارس النادي الاهلي محمد الشناوي هيقول حد تاني، مش شرط عواد، بس مش هيختار حارس النادي الاهلي. ده اللي ما عملوش، هو اختار حارس النادي الاهلي ليه؟ لان اي حد على مستوى التدريب والتحليل دلوقتي هيقول لك محمد الشناوي في حته تانية. كان مهم بس نوريكم كمان ان كابتن سعفان القصه مالهاش علاقه بعواد، هو كان ممكن يختار حد تاني ولكن اختار الشخص المناسب. طب تعالوا بقى نخرج بره مصر خالص، الناس اللي هم اصلا في حته تانية، ازاي الناس اللي في حته تانية على مستوى التدريب والتقييم شافوا كابتن محمد الشناوي؟ نطلع ونشوف. عبر سكايب كان قناة النادي الأهلي مستضيفة مدرب حراس أستون فيلا نايل كوتلر، ونشوف قال إيه. ودعنا نبدأ بتهنئة النادي الأهلي بمناسبة الفوز بالأمس بالبطولة الثامنة لكأس السوبر الأفريقي. شاهدت بعض الهايلايتس من المباراة، والأهلي قدم مباراة رائعة. تهانية لجميع النادي الأهلي من برمنغهام، والآن أقول لريال مدريد يجب أن تخشى، لأن الأهلي قد يخطف اللقب وقد يعود ليكون الأكثر تتويجا في العالم. الآن الأهلي لديه 24 بطولة قارية. لكن بالنسبة للاعبين والنسبة للحراس المرمى، هناك العديد من الحراس المرمى الأفارقة التي أتابعهم بشكل خاص، وقد ذكرت منهم مندي حارس تشيلسي، وأونانا، وياسين بونو أيضا حارس مرمى إشبيلية. وإذا ما تحدثنا عن الشناوي، لقد رأيت بعض الهايلايتس لمحمد الشناوي في مباراة الأمس. حارس مرمى رائع يستقبله مستقبل باهر. رأيته أيضا في كأس العالم للأندية، لأن كأس العالم للأندية هي بطولة يشاهدها العالم أجمع. لذا تهانينا لنادي الأهلي الذي لديه حارس مرمى رائع بقدرة محمد الشناوي. لقد رأيت بعض من خلال وسائل الإعلام أيضا أرقام محمد الشناوي وبعض الإنقاذات التي قام بها الشناوي، هذا أمر عظيم. وتهانينا لمنتخب مصر لأنهم يملكون حارس مرمى. إذا ما تحدثنا عن الأشياء البدنية بالنسبة لمحمد الشناوي، يحتاج العديد من الأشياء البدنية. لقد شاهدت بالأمس ضربات الترجيح، محمد الشناوي كان قريب من أن يقوم بإنقاذ على الأقل ضربتين إن لم تكن ثلاث ضربات، ولكن هو ذهب معهم في نفس الاتجاه.
ده الراجل مش شايف محمد الشناوي في حته تانية، ده شايف الاهلي في حته تانية وحراس الاهلي ولاعيبه الاهلي وتاريخ الاهلي. اعتقد دي شهاده مهمه جدا، لان هي جايه حد من خارج الوسط ملوش حسابات ملوش توازنات. على فكره هو في قناه النادي الاهلي بس مش مجبر يقول انه حارس مختلف، حارس استثنائي، حارس بيتابعه. هو ده طبيعي ليه؟ لان محمد الشناوي اتحط في الحته اللي تؤهله لده، سواء في كاس العالم للانديه زي ما قال، سواء مشاركات دوليه مشاركات مع المنتخب، فبالتالي بقى في حته تانية تخليه يشوفه كويس جدا. فاعتقد اللي في حته تحت خالص لازم يحترموا اللي في حته تانية. بالتاكيد، والاهم في كل ده ان احنا جبنا ناس بتاعت كوره، ناس عارفه عن ايه كوره، ناس بتشوف الكوره من اجل الكوره، مش بتشوف من اجل اغراض اخرى ربما تكون شخصيه. بالتاكيد كل التوفيق للكابتن محمد الشناوي، ما زلنا بننتظر منك المزيد. جماهير النادي الاهلي كعادتك دايما، واكيد كابتن نادي الاهلي عارف ده كويس، انها ما بتتوقفش عند انجاز او عند طموح، منتظرين منك المزيد والمزيد. ولكن بما اننا بنتكلم عن جماهير النادي الاهلي اللي لا تتوقف عند انجاز او طموح، انت كمان كنت حاسس بشكل كبير جدا بجماهير النادي الاهلي الموجوده في المدرج، لدرجه ان انت عملت حاجه انا بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره جدا، ميداليه السوبر بيتم منحها لاحد جماهير النادي الاهلي. طبعا سعيد الحظ. خلونا نعرض الصور، والكابتن محمد الشناوي بيلقي بميداليته طبعا لمدرج النادي الاهلي، تقدير منه للجماهير. وطبعا دي فرحه المهندس محمد المهدي اللي قدر يحصل على ميداليه الكابتن محمد الشناوي. وده طبعا قفاز لدرجه ده حد تاني اللي خد القفاز. كابتن الشناوي بيقول لهم خلاص يا جماعه ما عادش عندي غير دي، فالامر كان صعب جدا. ولكن زي ما جبنا عمر وجبنا جمال، معانا حاليا بقى صاحب الحظ السعيد بالتاكيد المهندس محمد المهدي. واحكي لنا بقى واقعة استلامك او مش استلامك بقى، ان انت تلقيت الميدالية وسط كل جماهير النادي الاهلي من الكابتن محمد الشناوي. السلام عليكم استاذ احمد، احمد اسامه ومحمد فارس طبعا. ازيك يا باشمهندس؟ الله يخليك حضرتك. انا سعيد جدا بتواجدي في قناه نادينا الكبير النادي الاهلي. والله اللي حصل ان احنا انت عارف من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 90 الحماس ما وقفش دقيقه، الجماهير ما يئستش، ان هي عارفه نادينا الاهلي بيلعب لاخر دقيقه والدقيقه 90 يعني الحمد لله. فربنا وفقنا وكلم مجهودنا ومجهود اللعيبه عملت مجهود والحمد لله ربنا وفقنا وفي النهايه وفزنا. يعني انا عايز اسالك اتفضل كمل. بخصوص الميداليه، هو ما حدش كان متوقع بصراحه، بس مش ناوي نقدر ان احنا نتوقع، لانه هو قائد كبير وما شاء الله عليه يعني ربنا يحرسه. فهو بعد ما خلص بعد في الاحتفالات جم احتفلوا معانا وكده، فبعد ما لقينا ان هو بيشاور على الميداليه بيقول لنا دي بتاعتكم، ان انتوا تعبتوا، وهن اللعيبه شايفانا مديها واحد لحد الدقيقه 90 لحد نهايه لحد هدف التعادل بالظبط، واحنا تشجيع مستمر بدون توقف الحمد لله يعني. بس فرماها، فانا كنت سعيد الحظ يعني الحمد لله ان انا اللي اخذتها. انت عندك موهبه الشناوي، لان انت من وسط كل دول اللي تقدر تاخد الميداليه، فدي حاجه كبيره. انا بس عايز اقول لك حاجه وعايز اسالك سؤال. ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، الميداليه اللي على صدرك دي، هو حاطط الميداليات اللي خدها كلها مع النادي الاهلي وراه كده على حيطه في البيت، قال ان هو بيصحى كل يوم الصبح بيبص للميداليات دي عشان يعرف هو قد ايه في نادي بيفخر بيه. فانت معاك حاجه كبيره جدا، عشان كده من الحاجه دي اخدك واسالك شعورك ايه بعد ما الميداليه بقت معاك، واول حد كلمته قلت له انك انت خدت ميداليه محمد الشناوي مين، ولو انت عايز تقول حاجه لمحمد الشناوي تحديدا تقول له ايه؟ لا، وبالتاكيد محمد الشناوي طبعا حارس عظيم يعني قائد بمعنى الكلمه. يمكن شفنا اللقطه اللي هي تبع وليد سليمان دي، كانت قدامنا بالظبط في الثالثه شمال يعني. فبصراحه قائد بمعنى الكلمه، مش محتاج حد ان هو يتكلم عنه يعني. وبعد ما اخذت الميداليه انا كلمت والدتي، لان قلت لها ده بفضل دعائك يعني الحمد لله ان انا من وسط 30,000 متفرج انا اللي خدت الميداليه. فالحمد لله يعني، حتى بالصدفه يعني ابني اياد عنده 4 سنين ونص، هو من عشاق الشناوي يعني. قبل الماتش بيومين المفروض هم كانوا هيجوا قطر يعني الجماعه عندي واياد،
فبيقول لي يا بابا قبل الماتش والله بيومين يا بابا مش المفروض كنت اخدتنا كنت هحضر ماتش الشناوي وكده. فقلت له اديني جبت لك بعد المباراه بقى كلمته. يا سلام. قلت له اديني جبت لك ميداليه الشناوي بنفسها. قال لي طب انزل بقى عشان اتصور بيها واخدها واشوف وكده يعني. فصراحه كانت حاجه مش متوقعه والحمد لله ان احنا كسبنا وتوجنا بالكاس السوبر وحاجه كانت عظيمه. اديك شفتوا الجماهير يعني حاجه مشرفه والحمد لله يعني ربنا كلل مجهود اللعيبه ومجهود الجماهير اللي فضلت 90 دقيقه الحمد لله تشجيع بدون ايقاف يعني الحمد لله. الحمد لله يا باشمهندس انت يعني ناخد منك وعد على الهوا كده بما ان والدتك دعت لك بشيء فجبت من وسط 30,000 متفرج ميداليه تدعي لنا كده عشان شكل دعواتها الحمد لله مستجابه. ربنا يبارك فيك وارفع لنا الميداليه كده يا باشمهندس ما يكونش بس انت اوعى تكون فرطت في الميداليه. لا لا طبعا مستحيل دي هتتبروس ان شاء الله. انا ان شاء الله يعني بفكر ان انا اعمل متحف في البيت عندي يعني مخصص غرفه كده خاصه في البيت عندي وتاكد بفلوس وتاكد بفلوس اعمل متحف للاهلي بس يعني تيشيرتاتهم من مثلا من اول بدايه النادي لحد 2021 ويعني هيكون متحف ان شاء الله متحف ان شاء الله كويس يعني وان شاء الله يعني. مع دعوات الوالده ربنا يبارك لك فيها ممكن المره الجايه تاخد تيشرت وليد سليمان يعني هتيجي واحده بواحده هتلاقي المتحف ان شاء الله. لكن انا عايز اسالك سؤال يعني وده بقى من مدرج بجد يعني هل انتوا والدقيقه خلاص بتقترب من 89 او 86 وهل انتوا لاحظتوا يعني لقطه بن حليب في الملعب ولا ما خدتوش بالكم منها؟ اخذنا بالنا مشاعركم بقى وقتها كان ايه بعد اللقطه دي وهل كان عندكم ثقه ان النادي الاهلي ممكن يسجل بجد ولا حسيتوا ان الامور صعبه والامر توقف بس عن فكره استفزاز بن حليب؟ انا والله العظيم واحد اخويا كان قاعد جنبي في المدرجات بقول له بيقول لي الدقيقه 88 وخلاص وما فيش امل وبتاع قلت له والله ان شاء الله الهدف جاي دلوقتي والله بالظبط قبل الهدف بدقيقه بالظبط يعني وشفنا طبعا اللقطه بتاع اللي هو بن حليب ده بيبص للاستفزاز يعني بيبص مش عايزين نفهمها بشكل خاطئ هو كان ممكن يكون بيبص للساعه عشان عايز الحكم يصفر بالظبط لكن هي ان كانت في الدقيقه 88 بالظبط يعني فالحمد لله ربنا وفقنا يعني ان اللعيبه تستاهل واديك شفت مجريات المباراه يعني كانت ماشيه كلها في اتجاه واحد اتجاه الاهلي يعني والله يا باشمهندس يعني اللعيبه تستاهل وكمان جماهير النادي الاهلي بتستاهل نشكركم جدا على دعمكم للفريق في اي مناسبه بيروح فيها الدوحه وبتكونوا داعمين ليه بشكل كبير جدا وتحديدا جماهير الدرجه الثالثه خلف المدرج اللي الحماس دايما بيكون موجود بنشكرك يا باشمهندس ان انت كنت معانا وما تنساش والدتك تدعي لنا انا حاسس طول المشهد الميداليه باينه عندك يا حسن شيء عظيم والنادي الاهلي مفرح الصغير ومفرح الكبير يعني قبل ما نطلع الفاصل لازم نقول سلاما على من اتخذوا النادي الاهلي معشوقا نشوفكم بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد من بدايه الحلقه قلت لكم الموضوع لما بيتكرر ما ينفعش نقول عليه صدفه وتاريخ النادي الاهلي بيحمل فوز في بلاس 90 كتير وكتير وسردنا منه جزء كبير جدا في مقدمه الحلقه وبالتالي بما انه مش صدفه فبالتالي كان يستحق الدراسه مش بس يستحق الدراسه يستحق ان كمان ممكن منافسيك يتحدثوا عن فكره ازاي النادي الاهلي قادر في كل وقت ان هو يفوز في بلاس 90 الكابتن احمد حسام ميدو كان له تحليل ممكن نقدر نشوفه ونرجع نعقب نشوف ميدو قال ايه عن البلاس 90 في الملعب في الاهلي وهم مغلوبين او هم متعادلين ومحتاجين يكسبوا بتلاقيهم كلهم بيفكروا في دايركشن واحد في اتجاه واحد هنكسب مفيش ولا واحد في الملعب من لعيبه وجهاز وجمهور وكل الناس الا لما بيفكر في حاجه واحده احنا هنكسب زي ماتش النهارده ده كده زي ماتشات كتيره فتلاقي الهدف بيتحقق في طاقة إيجابية معينة اتخلقت فتلاقي الهدف بتاعك اتحقق. كل الأندية التانية بلا استثناء وأنا بقول لكم بما فيهم الزمالك وأنا راجل اتولدت في مدرج الزمالك ولازم كل الناس تتعلم أنا بقول لكم من الحتة دي في الأهلي، الحتة دي في الأهلي ولازم كل الناس تجربها. لما بيبقى ناقص دقيقتين ثلاثة
ومثلا هتتغلب او هيضيع منك بطوله، الجو العام اللي في الملعب في اوقات كتيره بيبقى فيه جزء من السلبيه، اللي هو يبتدي 3 4 يشتموا اللعيبه، يبتدي 5 6 يروحوا ايه زايمين على المدرب، انت ما عندكش فكره، انت خسرتنا، منك لله فلان. شفت الكلام ده؟ شفته، انا شفته في الملعب. ده كلام كابتن احمد حسام ميدو، وبيتكلم عن مقارنه بين اللي شافه في الملعب وبين اللي شافه وهو مع مشجعي النادي الاهلي. يمكن قبل الفاصل كنا جايبين المهندس محمد وقلنا له او سالناه انت كنت حاسس بايه، او الجماهير في الدرجه الثالثه كانت حاسه بايه، والدقيقه 88 قال والله حلفنا اننا هنكسب. هو ده اللي دايما عند جماهير النادي الاهلي، ودي الموروثات اللي جت من التجارب الكتيره جدا اللي الجيل ده نفذها. بس الامر بالنسبه لي لو استرجعنا الذاكره لفتره قريبه جدا 2016 كان في مباراه وديه بين الاهلي وروما في الامارات، في فيديو شهير لمشجع اماراتي كان بيقول ان النادي الاهلي هيسجل جون بلس 90 قبل ما النادي الاهلي يسجل جول ويفوز بالمباراه 4-3. اذا انت كنادي اهلي مش بس داخليا لا كمان خارجيا. ولكن الكابتن احمد حسام ميدو وهو بيتكلم عن الطاقه الايجابيه قال نقطه ما كانش ينفع نعديها، لانه قال ان احيانا بيحصل في الدوري بيزيد لك دقيقتين ثلاثه، واحيانا اخرى بيكون قرارات عكسيه تركبك الجيم. ده ما حصلش في مباراه الاهلي والرجاء. لا يا كابتن احمد حسام، ده ما بيحصلش في المباريات ان النادي الاهلي بيعمل فيه الريمونتادا وبيعود بلس 90. والطاقه الايجابيه اللي بتتكلم عنها بالتاكيد هي صح، حتى في علم النفس، علم النفس دايما في مثير بيتبعه استجابه، فلما تعزز الاستجابه بتتكرر دايما مع المثير ده. المثير بالنسبه للاعبي النادي الاهلي هي الدقيقه 90 او نقول من قبل الدقيقه 90 بشويه، فبالتالي الاستجابه هي روح الفانيلا الحمراء اللي حضرتك قلت عليها الطاقه الايجابيه، وانا متفق معاك جدا. ولكن روح الفانيلا الحمراء مش بتحتاج لا دقيقتين زياده ولا بتحتاج قرارات عكسيه تكسبك الماتش، بتحتاج لعيبه بروح الفانيلا الحمراء. ولكن يا فارس، هو قال في المقارنه ان انا شفت الكلام ده في انديه اخرى. انا عايز اقف عنده لان هو بيطالب الانديه. انا بس عايز اربط ما بين اللي استعرضناه في المقدمه واسامه اتكلم فيه واتكلمنا فيه في الاهداف بلس 90 وموضوع الطاقه، يعني انا معني بالموضوع ده شويه. فاللي بيتكلم عنه ميدو عشان احنا كمان نبقى شايفينه بشكل واضح، هي حاجه اسمها law of attraction اللي هو قانون الجذب. قانون الجذب ده فكرته بتتكلم ان اللحظه الحاليه او مصيرك او افكارك في اللحظه الحاليه هي مجموعه من القرارات المرتبطه بتراكمات وافكار الماضي. فلو انت استدعيت في اللحظه دي مجموعه من الافكار السلبيه او الخلفيه السلبيه هينتج عنها تفكير في اللحظه دي سلبي، ولو انت عندك خلفيه ذهنيه نتج عنها استدعاء مجموعه من الافكار الايجابيه ففي اللحظه دي هينتج عنها تفكير ايجابي. وهو ده ما يعرف بقانون الجذب اللي هو صنفه بفكره الطاقه. والموضوع مش بمعنى كلمه الطاقه، ولكن هو في النهايه استنتج ظاهره حقيقيه، بمعنى انت لما تيجي داخل النادي الاهلي تسترجع عندك ذكريات زي ما قلنا هدف كابتن علاء ميهوب، حتى الاستوديو كان بيستحضره بعد المباراه لان كابتن علاء ميهوب كان موجود. هو ايه اللي حصل؟ قانون الجذب. لما احنا اتكلمنا عن سيوي سبورت الصفاقسي كل الاهداف دي، ده اللي بيحصل في الملعب. اللاعب بيسترجع بقانون الجذب مجموعه التجارب دي فشخصيته بينتج عنها ده. كابتن احمد حسام ميدو بيقول ان بعض الفرق الاخرى لازم تتعلم تعمل ده. الموضوع مش بالتعلم، هو لما يجي في اللحظات الاخيره يستدعي ده هيعمل العكس في قانون الجذب، وانه هيستدعي ذكريات سلبيه فهينتج عنها موقف سلبي في الملعب. ده ترجمته حرفيا مشهد حصل مع كابتن احمد حسام ميدو نفسه قبل كده وهو بيدرب الزمالك في 2016. نسمع كابتن احمد حسام ميدو عشان نفهم ترجمه حقيقيه لفكره قانون الجذب. بالنسبه لي ان انا اشوف بعض اللعيبه دايما، انا دايما في الهزيمه بقول ان انا اللي مسؤول، وده طبعي وده اللي اتربيت عليه. ان انا لما اشوف بعض اللعيبه خايفه وقلقانه ان هي تلعب قدام الاهلي، ده بالنسبه لي هو اكبر مشكله. الموضوع مش بالنسبه لي مش موضوع مكسب وخساره، لكن موضوع ان انا حزين ان انا شايف في لعيبه في نادي الزمالك خايفه، لعيبه خايفه، ومش ده اللي احنا اتربينا عليه. هو ده ببساطه ترجمه الفيديو ده، هو نفس انعكاس اللي قبله.
فكره قانون الجذب، فكره الطاقه اللي موجوده في الاهلي ومش موجوده في الزمالك. ليه؟ لما الزمالك خسر المباراه دي في 2016 في الدوري كانت الجوله 17، خسر 2-0 من الزمالك، خسر من الاهلي 2-0. كان ايه اللي حصل؟ كان قبلها في 17 مباراه في الدوري النادي الاهلي كسب 9 مباريات وتعادل في 7 وخسر مباراه واحده. المباراه دي كانت في 2007 الشهيره اللي كان مانويل جوزيه مش موجود فيها والفريق الاساسي اغلبه مش بيلعب، يعني من الاخر مباراه مش مؤثره، يعني يعتبر في ال 17 مباراه النادي الاهلي ما خسرش مباراه واحده مؤثره. فلما يحصل ان الفريق يستدعي بقانون الجذب فكره الافكار السابقه هيلاقي ان كل خلفياته الذهنيه افكار سلبيه، فهينتج عنه في الملعب اللي انت شفته يا كابتن احمد حسام ان هم مش مصدقين ان هم يقدروا يكسبوا النادي الاهلي. فحضرتك اديتنا الظاهره واحنا شرحنا لك هم ليه حسوا بيها. بس لازم ناكد ان الجانب طبعا جانب نفسي بشكل كبير جدا، وهو ده اللي انا بوجهه للاعبي النادي الاهلي والاجيال المتعاقبه. اشتغل دايما على قوه عقلك الباطن. لو انت مصدق ان انت قادر تسجل في اي وقت هتسجل في اي وقت. انت عشت تجارب كتير وانت مشجع او قبل انتمائك للنادي الاهلي او للكوره بشكل كبير، هتلاقي في تاريخ النادي الاهلي مواقف كتير جدا جدا. كمان لما بتعيش بقى التجربه في الوقت ده في مباريات، ربما مباريات الدوري المحلي وعشناها مع الجيل ده بشكل كبير في اكثر من مباراه، ويمكن حتى الدوري ال41 كان في مباراه طلائع الجيش والاتحاد والجونه في الجونه، مباريات كتيره جدا قدرت وسموحه طبعا قدرت تعود للمباراه، وانت كنت اي تعادل ممكن يبعدك عن بطوله الدوري. عشت ده، وكمان عشت ده في بطوله قاريه مهمه جدا، البطوله رقم 24 خلتك على بعد خطوتين من ريال مدريد، عشان عاوزين نرجع تاني الاكثر تتويجا في العالم من حيث البطولات القاريه، فانت عشت ده كمان في بطوله مهمه جدا، فخلي ده الاعتقاد اللي انت دايما هترجع ليه في اي مباراه. هل ده معناه ان كل مباراه النادي الاهلي هيتاخر فيها هيقدر يسجل في البلاس 90؟ بالتاكيد لا، بس معناه ان انت كل مره هتحاول فيها بالتاكيد هتنجح في بعض المحاولات، وهو ده قوه عقلك الباطن، ان انت دايما قادر على انك تنجح. وده لما بتستمر عليه مش بس بيديك افضليه على المنافسين، ده بيحول المنافس ان هو في اللحظات دي مش هيقدر يجاري النادي الاهلي، فبالتالي لاعبي المنافس بيبقى عندهم استعداد ذهني لتلقي هدف في الوقت ده من النادي الاهلي، ولاعبي النادي الاهلي بيكون عندهم استعداد ذهني لو هم صدقوا ان هم قادرين يسجلوا بالتجارب، هيكون ايضا الامر سهل جدا وكفه النادي الاهلي هترجح في النهايه. عايزين تتاكدوا ان فعلا لاعبي نادي الزمالك مصدقين الكلام اللي احنا بنقوله، تعالوا نشوف كابتن نادي الزمالك حازم امام وهو بيتكلم عن احداث هدف محمد مجدي قفشه في مباراه نهائي القرن. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. قفشه حط الكورة ودخلت جوه الشبكة، شعورك كان ايه؟ بصيت على الوقت، اول ما جون جه ما فكرتش في اي حاجه غير في الوقت. انا كنت فاكر، ما كنتش متابع الوقت خالص لان كانت احداث الماتش سريعه والماتش كان سريع جدا. بصيت على الوقت لما لقيت الدقيقه 85 او 86 عرفت ان احنا مش هنعوض. يعني انا ما قلقتش على فكره، اول ما الجون جه ما كنتش قلقان، يعني ما شفتش قفشه حط الكره في ابو جبل ما قلقتش. ايه الرياكشن اللي جالك في ثواني؟ ما كنتش قلقان والله. قلقت اول ما بصيت على اللوحه ولقيت الوقت، لقيت ما فيش وقت. ده تطبيق مهم جدا. الطبيعي انك في مباراه نهائي لما بتستقبل هدف لازم تقلق، لكن ربما كان حيز الثقه عنده اكبر شويه ويمكن عند بعض اللاعبين كان كبير، ولكن رجع بقى لفكره لما بص على الساعه واكتشف ان الدقيقه 86 بقى في امر خلاص مستحيل اننا نرجع قدام النادي الاهلي، وبالتالي دورنا هنا ودور لاعبي النادي الاهلي ان هم يرسخوا لقاعده روح الفانيلا الحمراء اللي بتنتقل من جيل لجيل، حتى لو الجيل الجديد ده ما عاش التجربه. انا عايز اقول لكم تجربه بتحصل في مجال الطب وهي تجربه بلاسيبو. انت بتجيب عينه مرضى وبتقسمهم لعينتين، عينه بتاخد العلاج بالفعل وعينه بتاخد حاجه شبيهه للعلاج بس في الشكل واللون وممكن الطعم، لكن ملهاش اي سايد افكت على متلقي العينه دي، ولكن عشان المريض بيستشعر ان هو ده العلاج بتاعه عقله بيبدا يسخر له فكره ان انا بتعالج فبيشفى، او نسبه كبيره لاحظوها ان في عدد كبير جدا من اللي خد البلاسيبو ده تم شفائهم بدون اصلا ما يتلقوا علاج. هو ده روح الفانيلا الحمراء اللي بتتنقل من جيل لجيل
بدون حتى الجيل ده ما يعيش التجربة، يبقى دايما فاهم ان انا حتى صفارة النهاية انا هلعب على المكسب وهقدر احقق ده حتى لو هتكون دي اول تجربة ليا كلاعب. الحرص ده هو اللي هيخلي دايما النادي الاهلي رقم واحد، ويخلي دايما منافسيه ما يصدقوش ان هم فازوا الا مع صفارة الحكم. أسامة في اللحظة دي كان حازم إمام نظريا احتمالية تعديله للنتيجة هو كشخص بتساوي صفر. ليه؟ لأن في لو اوف اتراكشن هو لما فكر إن أنا مستحيل أعرف أعوض زي ما هو قال كده كان مستحيل فعلا يعرف يعوض. فده اللي وصل النادي الأهلي بالمنافسين، وعشان كده زي ما ميدو قال فكرة إن المنافسين يتعلموا، الموضوع عمره ما هيحصل لأن زي ما أنت شفت هو استدعى الماضي بتاعه وإحنا استدعينا الماضي بتاعنا. بس هل الماضي بتاعنا ده بس حالة أثرت بيها؟ لا، عندنا كتير جدا. لما نشوف إسلام جابر اللي لعب في الزمالك وهو كان بيلعب كمان في الداخلية قال إيه عن النادي الأهلي، نطلع ونشوف الفيديو. كنت قاعد امبارح في المعسكر بقول لهم أنا حاسس إن إحنا هنكسب 2-1. بقول أنا حاسس يعني إحنا حاسس إن إحنا مركزين وكويسين، فليه ما نكسبش؟ قلت فهم بيقولوا البونت كويس، قلت لهم طبعًا البونت كويس من النادي الأهلي، نادي كبير. فاحنا طلعت بره في الدقيقه 85 كده، فقلت لهم ان شاء الله الماتش هيخلص كده يعني. فقالوا لي لا، الاهلي بتاع الدقيقه 95 هيجيب. لا والله انتوا قاعدين على الدكه. كل دي حوارات على الدكه. ده ضرب بينك وبين مين؟ ما بين انا والاداري والدكتور. قالوا لك الاهلي بتاع الدقيقه 95. وفعلا الدقيقه 95 يعني كان قلبهم حاسس اللي هيحصل. قالوا لي لا، لازم الحكم يصفر بنفسه عشان نصدق. ما يطمنوش لما الصفاره تطلع. الطاقه، قانون الجذب، كلهم وهم قاعدين اكتذبوا مجموعه من الافكار والمشاهد اللي هم شافوها قبل كده. فقالوا له يا ابني انت عقلك صور لك للحظه ان النادي الاهلي مش هيرجع، لا لازم تبقى عارف ان خلفيه النادي الاهلي هم نفسهم اكتذبت ليهم فكره انه هيقدر يعوض، وبالتالي ده اللي حصل. ليه حصل؟ لان لاعيبه النادي الاهلي جوه الملعب هم كمان كان عندهم نفس القناعات ان هم يقدروا يعوضوا. فاوعوا تفتكروا ان احنا لما بنبروز فكره بلس 90 وبنبروز فكره ان كابتن عماد متعب بلس 90 وبنبروز كل المشاهد دي احنا ما بنساهمش في ان احنا نرسخ لقانون الجذب اللي وانت نفسك كمنافس قاعد بتتفرج علينا اترسخ في عقلك. اهلا بيكم وريمونتادا. وريمونتادا مستمره معاكم، ونجم تونسي لاعب سابق في احد الانديه التونسيه اتكلم قبل كده عن النادي الاهلي واستعرضنا مقاله هنا، وطبعا يعني كان الرد كافي ووافي من وجهه نظرنا. بيعود مره اخرى مع مشاركه منتخب مصر في البطوله العربيه ومواجهه منتخب تونس، ويتحدث بشكل اخر في ربما ازمه بالنسبه ما كل تيشيرت يمثل منتخب مصر او للنادي الاهلي، الله اعلم القصه ايه، ولكن ايضا رجع بشكل احنا كان يجب نرد عليه. لكن قبل ما نتدخل في الرد لازم بناكد هنا من خلال قناه النادي الاهلي كل التقدير والاحترام للمنتخب التونسي والشعب التونسي، ودايما بنحافظ على فكره الاشقاء، ودايما بنبحث عن اكبر ارضيه مشتركه تجمعنا كلنا، ما ينفعش الرياضه تفرق ما بيننا. ولكن الكابتن ناصر البدوي كان له راي حابين نستعرضه عشان نرد عليه، نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعقب. وعادي وقت اللي تلقى الفريق خاصه تسمع من المحللين اللي كانوا يحكيوا المباراه سهله، منتخب سهل، مباراه ما عندوش حارس، ما عندوش دفاع، ما عندوش ملاعبيه، ما عندوش فريق، ما عندوش كوره. يوم المباراه يوم الحاسم يلقاو فريق اخر، يلقيت يعرضهم فريق اللي هو نقولوا احنا بلغتنا احنا كان صعيب على الميدان، ما خلاش مساحات، كان الاولاني على الكوره، هيك الاحلام الكلها طاحت. ماك تعرف عاد الوقت اللي تدخل انت المباراه وتعتقد في نفسك انك انت عندك الامكانيات الكل، وبعد تصطدم بالواقع نتاعك المرير انه اليوم المنتخب التونسي هو عقده بالنسبه للكره المصريه. اليوم ما نجموش نحكيوا فيها، واليوم اكدنا مره اخرى انه المسار ويمكن مع حاجه نجموا يمتازوا علينا فيها هي يمكن في التمثيل اكثر، لكن في كره قدم بينا اللي احنا قادرين نعملوا الشو، نعملوا المباريات الممتازه، نعملوا المباريات اللي نعملوا بها الفارق. واللي هذا اليوم نسمعوا فيه كلام زايد ناقص، اليوم واقعيه الميدان كانت عند المنتخب التونسي. افيكاسيتي ما صحيح ما خلقناش برشا فرص، وكنت نسمع انا سمعت المحللين وحاولت نتبعهم كلهم كل واحد، لكن المنتخب التونسي كان فعال،
كان حشو بترشح للدور النهائي المشكين والناس اللي قالت كلام زايد وناقص. اليوم وقعت الميدان اكدت راهي الكره تتلعب على الميدان مش بالكلام ومش بالتمثيل ومش بالحاجات اللي هي خارجه عن نطاق الكره. راهي الكره فيها واقعيه، واليوم الواقعيه ديما تعطي للكره التونسيه والمنتخبات التونسيه بامكانياتنا بظروفنا بشعبنا باللي تحب انت. اكدنا اللي احنا مميزين وقت اللي حاجتنا مميزين، وقت اللي حاجتنا باش نجيبوا نتيجه قادرين نجيبوها. بالتأكيد من حقك تتكلم في الإعلام التونسي عن إن الشعب التونسي يقدر يعمل كل شيء، وده شيء إحنا بندعمه وما عندناش أدنى مشكلة معاه. ويمكن حتى اللقطات اللي كانت في مباراة منتخب مصر وتونس قد إيه في روح رياضية كبيرة جدا، وقد إيه اللعيبة التوانسة لما بيجوا يحترفوا في الدوري المصري بيحاطوا بشعبية جارفة يمكن كمان أكبر من شعبية ممكن تتواجد في تونس. وعندنا أمثلة كتيرة جدا، سيف الجزيري، فرجاني ساسي في الزمالك، عندنا علي معلول وآسر القلوب في النادي الأهلي علي معلول، لدرجة إن بدر بنون المغربي لما جاء بيتكلم عن تاريخه حابب إن هو يصل لربع حب جماهير النادي الأهلي لعلي معلول. ففكرة إن حد يخرجنا عن السياق ده إحنا مش هنسمح. لكن فكرة إن يتكلم عن فكرة تفوق مصر في التمثيل فقط لا غير في الكرة، وبيتكلم عن مباراة تقريبا ما شافهاش وبيقول ما كسبناش بالحظ والهدف أصلا في الدقيقة الأخيرة أون جول، ده موضوع ممكن نتكلم فيه كرة. لكن كمان منتخب تونس عقدة منتخب مصر، طب ما نستعرض مواجهات منتخب مصر أو تاريخ الفريق أو منتخب مصر أمام منتخب تونس عشان نشوف العقدة دي. البطولات لو على أمم أفريقيا، إن منتخب مصر فاز 7 بطولات مقابل بطولة واحدة فقط لغير لمنتخب تونس. بالتأكيد لو منتخب مصر خسر بطولة أفريقية نتمنى تكون لفريق عربي زي ما كانت للجزائر على أرض مصرية. مشاركة في كأس العالم 3 مرات مصر شاركت، تفوق هنا تونس وشاركت 5 مرات. لكن على مستوى المشاركات الأولمبية منتخب مصر شارك 11 مرة حصل على المركز الرابع، ومنتخب تونس شارك 4 مرات فقط لا غير. ده فارس يعني مقارنة بسيطة حتى كمان مستوى الألعاب الأفريقية. منتخب مصر حصل عليها 2 مرات وحقق ميدالية فضية، على عكس منتخب تونس حقق ميدالية فضية وميدالية برونزية فقط لا غير. فالأرقام لا تكذب، مش بالحظ مش بالحظ، لكن كمان مش بالكلام المرسل. بتأكيد ممكن تكون مواجهات تونس بتحمل تفوق تونسي على منتخب مصر ب4 مباريات في جميع المباريات اللي تمت. ومش هنقول لك ان منتخب مصر وقت ما كان مكتسح القاره بكاملها من 2006 ل 2010 ما كانش فيه حظ ان هو يقابل منتخب تونس، لان احنا هنا بنقول ان البطولات والارقام لا تكذب. وبالتاكيد زي ما في ناصر البدوي هنلاقي فيه كتير جدا توانسه اعلاميين بيقدروا الكره المصريه. سيد ناصر البدوي، لما تتكلم وتقول ان الكره المصريه لا تتفوق على الكره التونسيه ثم تقول ان المصاروه تفوقوا فقط في التمثيل، حابب اقول لك ان كل كلمه انت قلتها هي عار عليك، عار عليك كل تونسي بريء منه. وانا كنت في غايه السعاده وانا بشوف تعليقات الاشقاء التوانسه وهم بيقولوا لك انك مثير فتنه كاره، وكنت سعيد بده. حاجة التانية ان كل اللي انت اتكلمته هو عبارة عن كلام شخص جاهل. ايوة انا بعنيها وتمسك بيها، لان الجهل هنا مش شتيمة، الجهل هنا صفة، يجهل الشيء فهو جاهل. انت سيدي جاهل. جاهل ليه؟ لان ربما ده لو انت ما تعرفش الشمس محدش بيقدر ينكر ان هي موجودة. منتخب مصر اللي استعرضنا تفوقه محدش يقدر ينكره. النادي الأهلي اللي تفوقه على الأندية التونسية بحكم الملعب، ولا نسيء للأندية التونسية ونحترمها، ولكن النادي الأهلي متفوق. لما بنتكلم عن 55 مواجهة النادي الأهلي بيفوز في 23 وبيخسر في 12 وبيتعادل في 20. النادي الأهلي بيمر من الأندية التونسية وهي بوابته للألقاب. بنشوف في 2001 بيطيح بالترجي في نصف النهائي، 2005 في دوري الأبطال بيتوج على حساب النجم الساحلي التونسي، 2006 بيتوج على حساب الصفاقسي، 2012 بيتوج على حساب الترجي، 2013 بيخرج البنزرتي من دور ال 16، و2021 الترجي من نصف النهائي. في الكونفدرالية في 2014 بيطيح بالنجم في دور المجموعات والترجي في دور المجموعات. أفريقيا أبطال الكؤوس 85 المستقبل الرياضي بالمرسى التونسي على حساب في الدور الأول. سوبر الإفريقي 2007 كان على حساب النجم، 2009 على حساب الصفاقسي، 2014 على حساب الصفاقسي. إذن أنا عايز أقول لك إن لما أنت تشوف التاريخ ده وتنكره محدش بينكر الشمس. أنت لست جاهل، لأنه مستحيل تكون
بتجهل كل ده، أنت حاقد وأنت لست مثال للشعب التونسي أبدا. أنت تحقد على الكرة القدم المصرية، ربما وجودك في الملعب في رادس في 2006 ولقاء أنا فاكره لك وأنت بتتكلم بعد المباراة بكل حسرة وأسى، ربما ده اللي أصابك بالخلل لحد دلوقتي، ولكن تبقى الكرة المصرية أكيد والعلاقات التونسية أكبر من البعض اللي بيحاول يجهل التاريخ ويحاول يجهل الناس بيه. ولكن احنا هنا دورنا نرد ونرد كويس قوي عن اي حد ينتقص من قدر مصر وما يكونش عارف ايه هي مصر وايه هي الاندية المصرية. حسام. لا طبعا بالتأكيد عندنا زي ما قلنا على الجانب التونسي عندنا طبعا ناس ردت بشكل كبير جدا ومقدرة كرة القدم المصرية ومقدرة بشكل كبير جدا النادي الاهلي. وممكن نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الاهلي مثل ريال مدريد في اوروبا، يعني فريق قوي، فريق اليوم عمره اكثر من 113 سنه، فريق دائما متواجد في البطولات الكل، بطوله افريقيا وبطبيعه الحال البطولات القاريه والبطولات المحليه، وهذا راجع لان فريق اسس على قواعد صحيحه. أيوه. يعني هناك فرق تلعب سنة وسنتين وبعد ما تكون، لكن النادي الأهلي دائما متواجد ودائما ينافس، وهذا مكسب للكرة المصرية في الرياضات الكل، يعني الرياضات الفردية أو الجماعية دائما الأهلي سباق. النادي الأهلي دائما عنده مسؤولين كبار، لأن إذا بقى النادي الأهلي يلعب الأدوار الأولى لأنه هناك مسؤولين معناتها كبار، مسؤولين كانوا بالمستوى، وأعتقد محمود الخطيب من المسؤولين الكبار، نتمنى له ان شاء الله النجاح والتوفيق. ودائما هذاك النادي الاهلي مدرسه، لماذا؟ لانه يعطي المثال، هو القدوه للفرق الكل العربيه. ايوه. هذا هو كابتن طارق دياب التونسي، وهي دي المفارقه. كابتن طارق دياب اللي شايف النادي الاهلي هو ريال مدريد اوروبا، كابتن طارق دياب اللي بتجمعه علاقة جميلة جدا ودايما بنشيد بيها بكابتن محمود الخطيب وبيزكيه وبيتكلم قد ايه وليه انجازاته. المفارقة بقى المهمة ان كابتن طارق دياب هو اللاعب التونسي الوحيد اللي حقق فكرة افضل لاعب على مستوى افريقيا، وده يبين لك ليه هو متزن، ليه هو شخصية سوية، ليه هو مثال للتونسي اللي بيدي الكرة المصرية حقها، وزي ما احنا بنشيد بيه وبنقول ان هو لاعب واسطورة كبيرة. ده بعيدا عن البعض اللي فعلا عنده مشكلة حقيقية، ولو فاكر قصة التمثيل فهو فقط بيجيد التمثيل الكوميدي، مش احنا ابدا اللي بنتفوق في التمثيل فقط. ليه بنستدعي النادي الاهلي؟ لان احنا بنتكلم عن كرة القدم المصرية، اذا كرة القدم المصرية عبارة عن منتخب مصر وانديتها. طبعا النادي الاهلي كبير افريقيا واستعرضنا النتائج، لكن حابين ايضا نشير ان نادي الزمالك هو النادي الحاصل على ثاني اعلى بطولات دوري ابطال افريقيا بعد النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي رقم واحد 10 بطولات قاريه او دوري ابطال افريقيا، نادي الزمالك ايضا 5 بطولات، يعني عندنا من الكره المصريه 2 انديه متخطيين تاريخ كل الانديه العربيه او دول شمال افريقيا، مفيش نادي تخطى حاجز نادي الزمالك وهو 5 بطولات، ومفيش نادي افريقي اقترب حتى من النادي الاهلي وهو 10 بطولات. ولكن زي ما بنتكلم في استوديو ممكن يكون في بعض الاشخاص بيقدموا وجهه نظر من شانها انها ممكن تعمل ازمه، عندنا برضو استوديوهات محترمه راقيه جدا لازم اننا نلقي الضوء عليها تحديدا في تونس، ونطلع نشوف الفيديو المهم ده ونرجع نعقب بعد الفيديو. اليوم علاش الاهلي بصراحه خلينا نقولها وهذيك صحيح لازم يكون موديل ومرجع للنوادي الافريقيه، حتى عشرات السنين نقولوا فيها ونعملوا عكسها، نعملوا عكسها سياسه تجديد العقود في الاهلي. اذا ملاعب ينجح من العام الاول حتى ديريكت تعود له اليوم ديانك اللاعب المالي اللي قاعد يقدم في مردود كبير وموجود حتى في المنتخب المالي واللي جاته عروض كبيره خاصه من جالاتا سراي، العقد نتاعو ملي كان يوفى صحوا له العقد الاول 2022، اليوم العقد نتاعو 2025 على خاطر قادره باش تخلصوا اكثر من اللي باش تعطي جالاتا سارا. ليه وفما استراتيجيه لا وحاجه اخرى على العقود هذا وليد، حاجه اخرى على العقود ما تلقاهاش في تونس على العقود مشاكل اللي صارت تو حسام عاشور ورمضان صبحي كل اللي هم حسام عاشور اكثر لاعب متوج في الاهلي وقائد فريق رغم انه خروجه كان لا هما هما واضحين واضحين تتغش مش على روحك رمضان صبحي تتغش مش على روحك، هو يقول لك ثم تروا كاتيجوري نتاع رواتب، ثم نتاع ال 20 مليون أيه. وثم تاع 12 مليون وتاع 5 ملايين، انت مصنف في الكاتيجوري هذيك، ما تجيش تقول انا ميور بيتر تاع شامبيونا وانا احسن واحد نحب 25،
يقتمد كاتيجوري دو سالير. احنا ما تعرفش تلقى واحد الفوق يخلص في 200 مليون مثلا في الشهر والاخر يخلص في 400 دينار. نشكر طبعا كابتن حسام حاج علي وطبعا المذيع وليد كرفالة لما قدمه بشكل موضوعي جدا ودراسة النادي الأهلي. كنا بنتكلم عن بلاس 90 لا وقبل كده استعرضنا هنا الإذاعة التونسية أكتر من مرة في أنها بتمنح النادي الأهلي حقه. النهاردة الكابتن حسام حاج علي بيتكلم عن فكرة أن النادي الأهلي هو المرجع، هو النادي الأوروبي في القارة الأفريقية. مش بس كده، اتكلم عن فكرة اللي احنا بنتكلم هنا فيها دايما وهي الأهلي فوق الجميع، وقال سياسة تجديد العقود لاعب زي ديانج بيتم تجديد عقده من دلوقتي عشان عنده عقود احتراف، واتكلم عن نقطة تخص لاعبين زي حسام عاشور ورمضان صبحي. النادي الأهلي اداهم وقت، هم خذلوا أنفسهم مع النادي الأهلي، فكان النادي الأهلي دائما يرفع شعار الأهلي فوق الجميع. هي دي مدرسة النادي الأهلي اللي محتاجين يتم تدريسها في أندية كتير عربية على طريقة كلام كابتن حسام حاج علي. قد إيه هو فاهم النادي الأهلي، تاريخه، مبادئه، قيمه، كمان روحه، فريق أوروبي فعلا في قارة أفريقيا. أكيد ما فيش حد يقدر ينكر النادي الأهلي زي ما قلت لكم الشمس، لا يمكن حد يتجاهل وجودها أبدا. وعشان كده والمهم جدا ان احنا في الفقره دي في نهايتها نقول ان مصر وتونس اكبر من امثال ناصر البدوي كتير جدا. مصر وتونس هي الرافعي اللي كتب حماه ترحمها، مصر وتونس هي ابن خلدون ولد في تونس ودفن في مصر، مصر وتونس هي محمد الخضر حسين الوحيد الاجنبي الغير مصري الذي تولى مشيخه الازهر، مصر وتونس شعبين بقلب وروح واحده ولا يمكن ابدا ان حد يغير من ده. ستبقى مصر وتونس حتى لو البعض ما عرفش قدر العلاقات اللي بينها، ولكن مهم جدا لو نقدر نستعرض مشاركاتكم معانا بسرعه كده لان انتوا كنتوا معانا طوال الحلقه. بيقول محمد فريد بيقول هدف ديانج الرابع في الزمالك، واهلاوي بيقول هدف من صناعه الربون عمرو السليه اللي اسامه قال عنه، الجول بيقول هدف محمد شريف واكرم وديانج، ونضيف عليهم هدف طارق اللي احنا كنا بنتكلم عنه. هنقدر نستعرض صوره ثانيه أسامة؟ محمد احمد بيقول هدف شريف الثالث في مرمى الزمالك اسيست السليه، بشكرك شريف في الزمالك ماتش الخمسه، وطاهر محمد طاهر في ماتش السوبر ده محمد طبعا جمع بين الاثنين بقى رايي وراي فارس. طيب معانا شاكر محمد بيقول اهداف كتيره جميله، هدف محمد شريف في نهضه بركان، هدف قفشه في كايزر تشيفز، والسليه ايضا، هدف ديانج في الزمالك، هدف شريف اسيست السليه، هدف طاهر، ده انت كاتب كل الاهداف. واسامه بيقول هدف طاهر محمد طاهر في الرجاء، وعثمان احمد بيقول هدف شريف الثاني في الترجي، وهدف ديانج الرابع في الزمالك، وهدف طاهر في الرجاء. اهداف بالتاكيد جميله. لسه عندنا عبد الرحمن مجدي كتير. بيقول كل اهداف الاهلي فيها تكتيك يعني وفكر جميل، ولكن هنقول هدف طاهر لانه هدف بطوله. محمد سمير بيقول هدف طاهر في السوبر الافريقي لانه هدف لا ينسى. ابو احمد بيقول هدف شريف باسيست من اروع اسيست من السليه في الزمالك ماتش الخمسه. بالتاكيد اهداف النادي الاهلي مهمه، وبالتاكيد هدف طاهر محمد طاهر بيحطه في مكانه تانية، وانا سعيد ان طاهر اللي سجل الهدف ده لانه تعرض لانتقادات كثيره جدا، ولكن شفت لاعب كنت بتقدر ان انت تنتقده سلبيا قدر ان هو في مره يجيب لك بطوله. عشان كمان ما ننساش، لان عشاق بيرم التونسي بعتولي وقالوا لي لا تنسى من تونس بيرم التونسي، التونسي الذي كتب الشعر بالعاميه المصريه، وهي دي العلاقات اللي بنكلمكم عنها. ولكن واحنا بنختم معاكم اوعوا تنسوا ابدا ان هيظل النادي الاهلي وجمهوره خط احمر، وزي ما قلت لكم سلاما على من اتخذوا الاهلي معشوقا. نشوفكم الحلقه الجايه.